ده. ايه بقى اللي هنعمله عشان هنربطهم ازاي ببعض، او هنعملها ازاي نعرف نتحكم فيها؟ ان احنا ربطناها وحليناها عشان نعيدها تاني. هتضيفي الشريط ده هو في ايدك اليسرى عليه الشريط اللي هو في ايدك اليمنى، وهتلفي كده، هتعملي عقدة، تعملي عقدة بس الشريط اللي في ايدك اليسرى ملفوف عليه الشريط اللي في ايدك اليمنى. لا، الشريط اللي في ايدك اليسرى هتكون ملفوف عليه العقدة ازاي كده. جربي بس يكون واضح كده، بسيطة خالص. عملنا عقدة عادية خالص، يعني كل ما تأثري فيها كده الطرف ده يكون أحسن. عملنا عقدة كده، تضيقي وتأثري براحتك فيها. كده وبضيقها ازاي، بشد الحبل كده، بشد الطرف ده كده وبلفه كده يبقى بالشكل عايزاكم تقولوا رأيكم في التعليقات، ولو حابين نعمل أي حاجة تاني في البث اكتبولي. السلسلة اللي قلت لكم عليها اهي برضه عامل فيها نفس الحكاية، ان انا بضيق واوسع كده براحتي، بضيق فيها الصدر. شيروا البث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان النهاردة موضوعنا عن عمل حظاظة. ممكن أوريكم حاجة تاني، وأسعدت بوجودي معاكم، وشكرا على المشتركين الجداد، ألف شكر لهم ومرحبا بيهم في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.